الله يخليك يا محمد، ان شاء الله دايما يعني. يا رب. طلبتها سان داونز انا من السنه اللي فاتت؟ لا السنه دي في القرعه قبل القرعه الصبح. اه نزلتها كده على الاول عندي، قلت سان داونز ولا ايه يا رجاله؟ يعني انا طلبتها وربنا حققها لي وخلصت القصه. خلصت وكانت تقدر تخلص كتير قوي في مصر، وكانت تقدر تخلص النهارده كتير قوي هناك. مظبوط. انما الحمد لله على كل حاجه، مجهود لعيبه من ساعه ما لعبت الماتش اللي هنا بتلم شنطها، ورئيس نادي محترم بياخد المسؤوليه على عاتقه معاهم، بيشيل عن عاتقهم كل الضغوط اللي موجوده على اللاعبين وعلى الناس كلها، بيطمن الجماهير كلها. وده من ايام ما كنا بنلعب، كان دايما كنت احب ان هو يبقى موجود في الملعب عشان انا اخد حريه اللعب. حريه اللعب يشيل هو المسؤوليه. الدنيا كلها على بيبو يعني، فاهمني؟ فدي انا حاسسها جدا لما بتبقى رئيس نادي عندك الحس ده وبتنفذ ده. وقت ما بنكسب الصوره كلنا بنقف حوالين الكاس وكلنا بناخد الصوره وبنضحك وبنشيل، لا قدر الله ما بيحصل حاجه بتلاقي كل دول اختفوا بيفضل شخص واحد. فانا ببارك له وببارك لجماهير النادي الاهلي وببارك لمجلس اداره كله وجميع العمل المؤسسي اللي هو في النادي الاهلي الحقيقه. مظبوط. اصغر عامل لاخر شخصيه بتنفذ القرار اعتقد ان هو مستر فايلر بيبقى في الملعب يعني. هو الجهاز الفني بتاعه الاداري.